لقيت لك بيت مناسب فقلت لازم اتصل فيكي. عن جد عم تحكي؟ حلو كتير هالخبر. أنا مالي نفس أكل، مالي جوع. بابا شو اللي عم تساوي؟ أنا ما عم بفهمك. ما تخجلني أكتر قدامه إذا بتريد. أنت اللي بتخجلي. امرأة صرتي بهالعمر وعم تكذبي علينا؟ يوميا 7 إلى ربع المساء على الـ MTV.